قبل أكثر من شهر عاد رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أيام من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي برعاية سعودية. أهلا بكم. حينها عاد رئيس الوزراء برفقة عدد محدود من وزرائه، فيما منع المجلس الانتقالي المسيطر على المدينة الكثير منهم من العودة، إذ يرى المجلس أن الاتفاق ينص على عودة عبد الملك وحيدا وليس كامل الحكومة، وذلك بانتظار تشكيل حكومة جديدة بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب. وعلى الرغم من أنه لا مؤشرات حتى اللحظة على أن الاتفاق في طريقه للتنفيذ، وأن معالم الفشل أكثر من معالم النجاح، بقي رئيس الوزراء في عدن بمهمة لا يعرف الطائل من ورائها كما يقول منتقدوه. يقول معارضو عبد الملك إنه يسهم بشكل أو بآخر في منح غطاء لفشل تنفيذ الاتفاق الذي يفترض أن يعمل على عودة الشرعية إلى عاصمتها المؤقتة، كما يشرعن لدور المجلس الانتقالي المعرقل لتنفيذ الاتفاق. فيما يقول مؤيدوه إن رئيس الوزراء يحاول استغلال أي ثغرة تسمح له بالعمل، ولذلك يستمر في عدن على الرغم من كل العوامل غير المساعدة، وذلك تطبيقا لرؤيته في التعاون مع الأوضاع. ما الذي يفعله رئيس الوزراء في عدن؟ سؤال يطرحه الكثير في هذه اللحظة، خصوصا وأن الاتفاق الذي يضمن بقائه في المدينة لم ينفذ حتى الآن. للنقاش سيكون معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القاطبي، ومن عدن الناشط السياسي هاشم الأبارة. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما سؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الأبارة، ما الذي يفعله رئيس الوزراء في عدن؟ مرحبا بكم ومرحبا بكل المشاهدين على قناة بلقيس. طبيعة عمل رئيس الوزراء في عدن هي هو الاستمرار في تلك الجهود الذي دأب عليها منذ تعيينه قبل أكثر من عام، ومحاولة العودة لها بعد الحرب التي حدثت في عدن وانقطعت ومحاولة بعد حدث الانقطاع الأربعة أشهر بسبب الحرب التي حدثت في عدن، وأيضا كتنفيذ لأول بند من بنود اتفاق الرياض، وكتدشين لعملية تشيل البدء بعملية تنفيذ البنود الخاصة باتفاق الرياض. والسؤال يجب أن يطرح هو لماذا، يعني هو يعني لا يجب أن يكون غريبا أن يمارس رئيس الوزراء مهامه من العاصمة المؤقتة وأن يقوم بما يجب عليه القيام به للحد من الآثار الكارثية الإنسانية التي تسبب بها الحرب على المواطنين، وأيضا للعمل على تحسين تطبيع الأوضاع، وأيضا إيفاء الدولة بمسؤولياتها، تكون قريبة من مجتمعها، تعطي المجتمع الشعور بأنها الحكومة مسؤولة، يعني تشعر بالمسؤولية تجاه ما يعانيه، وتعمل بشكل كبير جدا على 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 الوفاء بحقوقه والتزاماته. فليس من المعقول أن يصبح وجود رئيس الوزراء في عدن سؤالا يستحق أو فعلا يستحق التساؤل. هو التساؤل ما الذي يفعله هناك وليس تواجده، لماذا هو متواجد؟ طيب أنتقل إليك سيد القاطبي بذات السؤال المشترك، ما الذي يفعله رئيس الوزراء في عدن؟ هذا هو السؤال المليون دولار الذي يبحث عليه على الإجابة عليه جميع اليمنيون. أنا في اعتقادي أن الدور الذي يؤديه رئيس الوزراء دورا مشبوها، حكومة لا تملك قرارها ولا تملك السيطرة على الأرض ولا تملك حتى حق التعبير في مخاطبة شعبها، هي ليست حكومة وإنما تؤدي أدوار مشبوهة، الذي يحاول البحث عن ثغرة، يعني صاحب الأرض وصاحب السلطة وصاحب الحكومة الشرعية والدعم الدولي هو من يبحث على ثغرة في أرضه. هذا سؤال يجب الوقوف عنده. أنا في اعتقادي أنه هؤلاء كثير من الوزراء في ما يسمى بالحكومة الشرعية مجرد أدوات فاسدة
يقومون بأداء دور للانتداب السعودي الإماراتي، لا يملكون حق الكلمة ولا يملكون حق التعبير ولا يملكون حتى قرار حكومة شرعية. الحكومة الشرعية ليست موجودة على الأرض، حكومة ديكور يتم التمرير من خلالها أجندة تقسيم للوطن، أجندة خارجية ليست لها علاقة لا بالسعادة الشرعية ولا حتى بفرض الانفصال، وإنما يعني أجندة إماراتية سعودية ومن خلفها أمريكية بريطانية يقومون بتقسيم الأرض. اليوم لا نسمع ولا حتى متحدث إعلامي لا من الحكومة الشرعية ولا من القوى الانفصالية يتحدث بدون رضا أو بتوجيه من المملكة العربية السعودية والإمارات. أين السؤال؟ أين الحكومة الشرعية اليوم؟ من الذي يتحدث بالحكومة الشرعية؟ ما هي أجندتها؟ ما هي الخدمات التي تقدم للشعب اليمني؟ والسؤال هو لا شيء، الإجابة هو لا شيء. اليمنيون الآن يتحدثون عن هذه الحكومة ولن يعيدوا يعني يسمعوا لها أي شيء ولا أي صلاة ولا أي عمل على الأرض. فلذلك يجب أن ندرك تماما أن ما يمرر على الأرض تماما يختلف عن أجندة ما يسمى باستعادة الشرعية، بدعم الحكومة الشرعية، بدعم الشعب اليمني. كل ذلك مجرد حقنات تهدئة من أجل السيطرة على الأرض وعلى السيادة الوطنية من قبل دولة الإمارات والنظام السعودي. هذا ما يجري حقيقة على الأرض. لو نرجع قليلا إلى الوراء، عندما يكون عندك حرب وحكومة شرعية ومعركة استعادة الدولة، 80% من ما يجب أن يقوم به الحكومة الشرعية هي مخاطبة الشعب اليمني، هي الخطاب التعبوي، هو مخاطبة الشعب اليمني، مخاطبة المجتمع الدولي. هؤلاء لا يقومون حتى ب10% من الدور الذي المنوط بهم كحكومة شرعية. اليوم يجب أن لا نتكلم عن الحكومة الشرعية، يجب أن نتكلم على ما هي أجندة الشعب اليمني، كيف نستطيع القيام من هذا الدمار وهذه المعركة التي أدخلتنا فيها المملكة العربية والسعودية والقوى التابعة لإيران ممثلة بالميليشيا الحوثي. كل ما يجري على الأرض الآن من قبل هذه الميليشيات شمالا وجنوبا لا تؤدي إلا أدوارا للخارج، ليست لها لا معركة استعادة الجمهورية ولا حتى معركة استعادة الملكية، يعني كما يحاول الحوثيون القيام به شمالا. الموضوع اليوم أصبح بيد الشعب اليمني، هو من يجب أن يطالب باستعادة حقوقه وهو من يقود، يجب أن يقود المعركة. الحكومة الشرعية غارقة في الفساد، مسؤولين أصبحوا كقطط سمان في مصر وفي السعودية وفي أماكن أخرى، لا يهمهم إلا الكسب الغير مشروع والحصول على معاشات من قبل الأنظمة التي تدعمهم، ومن ثم يدعون الشعب اليمني يواجه مصيره في التشتيت وفي الشرذمة وفي تقطيع البلاد وتمزيقها وتسليمها إلى ميليشيات لا تخدم إلا أجندة خارجية. طيب، بوضع الاعتبار لما تفضلت به، أسألك سيد الأبارة، يعني السؤال الأول كان ما الذي يفعله رئيس الوزراء في عدن؟ لكن هناك أيضا من يتساءل لماذا هو متواجد في منطقة لا تزال القوة المسيطرة عليها تخوض حربا عسكرية على قوات الحكومة في أماكن أخرى، وهذه القوى تتخذ موقفا عدائيا من الشرعية ككل وتمنع وزراء الحكومة زملاء الدكتور عبد الملك من أن يتواجدوا مع رئيسهم. موضوع طبيعة أو عد الوزراء أو نوع الوزراء الذي عادوا إلى عدن هو الوزراء المرتبطين بتنفيذ الالتزامات التي على الحكومة في اتفاق الرياض، يعني الذي تعمل الوزراء الذي سيكونوا فاعلين في عملية تطبيع الأوضاع وإعادة صرف المرتبات وأيضا معالجة التراكمات التي تسببت بها الحرب والتوقف خلال 4 سنوات، يعني العمل على في الجانب الصحي، العمل في الجانب على جانب الخدمات، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الاصحاح البيئي. هذه يعني غالبا كان الوزراء المتواجدين هم الذين مرتبطين بهذا العمل، بالقيام باعاده تطبيع الخدمات وايضا معالجه التراكمات الذي حدثت خلال 4 شهور القائمه، باعتبار أنه سيتم العمل على مشاورات لإعادة تشكيل الحكومة في المرحلة القادمة.
بخصوص لماذا رئيس الوزراء مستمر في عدن، هو ذات السبب، أنه العمل بشكل جدي على توفير مناخات جيدة لتنفيذ اتفاق الرياض، باعتبار اتفاق الرياض هو يمثل فرصة حقيقية لتجاوز حالة الصدام والانقسام داخل المربع القوى الذي تواجه الحوثي، وإمكانية أن يتوحد الجميع سياسيا وعسكريا وأمنيا ضد الحركة الحوثية، مما يسهل يعني مما يضاعف الجهود ويعزز إمكانية تحقيق نصر عسكري حاسم أو حل سياسي عادل، ويضمن المطالب المشروعة لليمنيين باستعادة دولتهم واستعادة العملية السياسية حسب المرجعيات المعلنة. ما زال هناك صعوبات، ولا أحد ينكر الصعوبات هذه. نحن نتحدث على أنه الواقع ليس سهلا ومشاكله معقدة ومركبة، ولكن يعني باستمرار الجهود واستمرار تعزيز الثقة بالإمكان أنه ننجو من هذا الفخ. ما تفضل إليه صديقنا بأنه يعرف ما يجري على الأرض، وأنه يعني يعرف ماذا يريد الشعب اليمني، أعتقد أنه في مبالغة من لديه أو عدم واقعية. ما يعني تحرك رئيس الوزراء خلال الفترة التي عاد فيها من عدن، وعمل بشكل كبير جدا على استعادة مستوى الخدمات بالشكل الأفضل، وعمل على يعني حل مشكلة المرتبات المتراكمة، وعمل على يعني من سياسات يعني، وأيضا عمل على يعني الشروع في عملية الإصلاحات المالية والإدارية فيما يخص إصلاح آلية استيراد المشتقات النفطية، والآلية هذه التي ستوفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات، وأيضا العمل على يعني العمل بشكل متواصل على استعادة فاعلية الجهاز الرقابي والمالي ومتابعة المنافذ ومتابعة المطارات لتعزيز قدرات الدولة على تحصيل إيراداتها ومضاعفة إمكاناتها لتعزيز قدرتها على الوفاء باستحقاقات المجتمع. كل هذه الأمور يعتبرها صديقنا أو ضيفنا في القناة أنها ليست مهمة ما لم تخوض الحكومة الحرب بتصوراته هو وبقناعاته هو وباحتياجاته هو. طيب دعني أنقل له الكلام يعني حتى يعني يتحدث ويشرح وجهة نظره. سيد القاطبي، ليس منطقيا ولا يتم مراعاة في حالة المجتمع الحقيقية والملحة. سمعت السيد الأمارة مراعاة ماذا قال السيد القاطبي؟ وضعه الإنساني ومراعاة الصعوبات. الوضع الإنساني في البلد صعب كما يقول السيد الأمارة. السيد القاطبي يعني سمعت ما قاله السيد الأبارة، ومنذ اليوم الأول يعني أعلن رئيس الوزراء أنه سيعمل على الجانب التنموي والاقتصادي من أجل رفع هذا الشعار، توفير الخدمات العامة للمواطنين في المناطق المحررة وبعيدا عن السياسة وأطرافها. لماذا تسخرون من فكرك هذه؟ نحن في حالة حرب، نحن ليس في حالة تقديم خدمات. هؤلاء الوزراء نفسها وحكومة الرئيس الوزراء لا يملكون حتى الحق في دخول السفن في موانئ الجمهورية اليمنية، يعني بدون تصريح من الوزراء من الحكومة من النظام السعودي لا يملكون حتى قرار هبوط الطائرة اليمنية في المطار اليمني. هؤلاء مجرد يعني أدوات، ليسوا وزراء وليسوا يعني من يحكمون الأرض. الأخ من عدن يتحدث حول انه الحكومه هدفها تسير المعاشات وكانها جمعيه خيريه، يعني هذا اهم شيء تتحدث عنه هذه الحكومه هو صرف الرواتب. يعني الى اي يخجلون على انفسهم بالحديث حول نحن في مواجهه استعاده الدوله نتكلم على المعاشات ونتكلم على صرف الرواتب لميليشيات الحزام الامني والميليشيات الانفصاليه التي تحارب الحكومة الشرعية نفسها وتمزق، والذي منعت حتى من تطبيع الأوضاع في هذه المناطق التي كان يفترض أن تكون محررة. أيضا يتحدث على أنه تقوم في الشؤون البيئية. أكبر مهدد للبيئة يا أخي هي الإمارات في سقطرة، يعني لماذا لا يتم طردها من سقطرة؟
نحن نتحدث على 5 سنوات ولم يستطيعوا حتى التحكم بمحافظة عدن، بمحافظة صغيرة يستطيع إغلاقها من 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 خلال البوابة الرئيسية إلى محافظة عدن، لكنهم يبيعون لنا الوهم القادم أفضل في الظروف الآتية في كذا كذا. لا يستطيعون الحديث، هؤلاء وزراء مسيرون يؤدون دور لأنظمة انتدابية مثل الإمارات والسعودية في اليمن. سمحوا للميليشيات أن تتكاثر في الجنوب، سمحوا للميليشيات الانفصال أن تمول وأن تحارب الحكومة الشرعية. هؤلاء ليسوا مؤتمنون على مستقبل الشعب اليمني ولا على قدرات الشعب اليمني ولا حتى على صرف المعاشات. كون أكبر وزير وأصغر وزير فيهم فاسدا يلصقون الأموال من المملكة العربية السعودية والإمارات وهم قابعين فيها. الأحرار الوزراء الأحرار يحاربون كما نعرف الجبواني والميسري وجباري وغيرهم من المسؤولين وهم كثر. الأحرار هؤلاء يحاربون ويبقون الرؤساء الذين يقولون أنهم ليس لهم لا دخل لا في السياسة ولا في غيرها. إذا كانت استعادة الشرعية هو أولا استعادة الهوية واستعادة الجمهورية واستعادة الدولة وليست صرف المعاشات، هؤلاء مجرد أدوات وهم أخطر من الحوثيون على الوطن وعلى مستقبله وعلى وحدة وسلامة أراضيه. عندما نتحدث عن الممكن، أي حكومة لا تستطيع مخاطبة الشعب يعني أن قرارها ليس بأيديها. أي حر يستطيع أقل شيء المقاومة بالكلمة كما يفعل الميسري والجبواني وغيرهم من الأحرار. لا يجب أن ندعهم يمررون هذه الطلامس علينا والتدليس هذا 5 سنوات وهي نفس الإسطوانة بتوضيع الأوضاع بتطبيع الأوضاع في عدن وفي المناطق المحررة، وقد استبدلوا نظاما انفصاليا تابعا للإمارة والسعودية في كل الأراضي المحررة، وإنما الشرعية أصبحت أداة لتغطية هذا النظام الذي يتم بنائه من قبل هذه الدول الانتدابية التي تحاول تشتيت اليمن والسيطرة على منافذه وعلى موقعه الهام. هذا ما يجري في حقيقة الأمر، ولذلك أنا في اعتقادي أن هذا الديكور الحكومة الشرعية هي أخطر على اليمنيين من أي وضع آخر. أما ميليشيا الحوثيين سيتم محاربتها ويتم مقارعتها، ولولا ما يحدث في المناطق الجنوبية ولولا لم التدخل الإمارات والسعودية لتحرر اليمنيين من تلك الميليشيات شمالا وجنوبا. لكننا بكل معنى الكلمة أعداؤنا الحقيقيون اليوم هي المملكة والإمارات وهم يقود. طيب خلينا في الحكومة سيد القاطبي، دعني أنقل وجهة نظرك للسيد الأبارة. سيد الأبارة، سمعت ما قاله ضيفي السيد القاطبي فيما يتعلق بنهاية المطاف بدور الحكومة هناك في يعني عدن، وهذا الناي يعني سياسة الناي بالنفس، ما رأيك؟ نحن الآن أزاء هذا المنطق يعني الذي يطرحه ضيفكم العزيز أزاء منطق حوثي يعني، ولا يحتاج أن نحدثه على ماذا تقوم به الحكومة، لأنه لديه مشكلة مع الشرعية برمتها. أصبح لديه موقف من الشرعية، أصبح لديه موقف من حلفاء الشرعية، يتحدث على أنه العدو الأول السعودية والإمارات، يتحدث على أن الحكومة أخطر من الحوثي، وبالتالي هذا يحتاج إلى مستوى نقاش مختلف عن موضوع حلقتكم الآن. يعني أنه الحديث عن صعوبة، الحديث عن ما تعملها الحكومة أو الصعوبات التي تواجهها أو أن يعني مسار تنفيذ اتفاق الرياض، الآمال التي تحاول أن تعززها الحكومة، الإخفاقات التي تعاني منها، هذا مستوى نقاش مختلف عن ما يطرحه ضيفكم. يعني تصور أن الأداء الحكومي وصل أوصل الناس يا سيد الأبارة، تصور أن الأداء الحكومي أوصل الناس إلى أن يقولوا ذلك يا سيد الأبارة. سيد الأبارة أنت أرجو أن تسمعني، يعني تصور أن الأداء الحكومي وهذا الضعف أوصل الناس لنعتبر أن السيد القاطبي هو واحد من الناس الآن يعطي رأيه في هذه الحكومة، الحكومة الشرعية التي يعني تمثله في المحافل الدولية، وهو يقول الآن رأيه فيها. عندما نتحدث على ما حدث بشكل منطقي وواقعي، نقول أنه في 2014 سقطت الدولة تماما، وعندما سقطت الدولة تماما تم بناء مراكز نفوذ على حساب الدولة، أو تم يعني المقاومات الشعبية التي تشكلت هي تشكلت وتضخمت في نهاية الأمر إلى مراكز نفوذ على حساب الدولة. قدرة الدولة اليوم على تذويب هذه المراكز يعني قدرة الدولة على تذويب هذه المراكز يعني
عملية معقدة وصعبة وتحتاج إلى إمكانيات هائلة وتحتاج إلى قدرات غير عادية، ومع ذلك هنالك جهود تعمل مع أنه يعني تجد أنه الممانعة لجهود مثل هذه تكون من يعني تكون من جهود يعني من أطراف تشكلت كمراكز نفوذ داخل السلطة نفسها أو داخل الشرعية نفسها، ومع أطراف تشكلت كمراكز نفوذ داخل الشرعية، وهذه كلها عملية معقدة. الذي يتحدث على أنه كان يجب على الدولة أن تمنع التشكل وكان يجب على الدولة، الدولة انهارت في 2014 وذهب رئيس الجمهورية بشخصه وذهب رئيس الحكومة السابق بشخصه إلى السعودية بينما انهارت كل مؤسسات الدولة. يعني يتم النظر إلى هذا الأمر باعتبار أنه انهرنا، يعني هل هذا يبرر أن يحصل ما يتم حصل بناءه يتم أن يحصل يعني الأمر على الحكومة ما يحصل الآن جهات موازية، هل هذا يبرر أن يسلم القرار السياسي للحكومة الشرعية إلى غيرها وألا تكون فاعلة في المناطق التي تقول إنها حررتها ممن أسقط الدولة؟ إذن ما الفرق بين الحوثيين وبين من يسقطون الدولة في مناطق أخرى كالمجلس الانتقالي مثلا؟ القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار العسكري والقرار كلها عبارة أو كلها أمور يعني درجة امتلاك الحكومة الشرعية لها مرتبط بما تمتلكه من إمكانيات لإدارة هذه القرارات. نحن يعني يجب أن نتحدث على أنه من أجل إدارة القرار السياسي بشكل كامل وإدارة القرار العسكري بشكل كامل وإدارة القرار الاقتصادي بشكل كامل تحتاج إلى إمكانيات ليست متاحة لك الآن، وبالتالي يجب عليهم الانبطاح. تعتبر جهود التحالف أو السعودية بشكل رئيسي، نوع من التعاون ما بين الحكومة اليمنية والجانب السعودي يعني لإدارة كافة الملفات في هذه المرحلة. لا يمكن أن نتحدث عن إدارة القرار العسكري والإمكانات الحكومية يعني لعمل ميزانية إنفاق عسكري غير متاحة، وإحنا نتحدث على إمكانية الحكومة أقل يعني لصرف مرتبات كل موظفيها يعني غير متاحة، لقدرة الحكومة على دفع النفقات التشغيلية لكافة وحداتها الحكومية غير متاحة. طيب يعني كثيرون الآن سيد الأبارة في هذا السياق على الوضع الاقتصادي سيد الأبارة تحتاج الحكومة إلى وجود يعني دعم خارجي من أجل أن تحفظ مستوى الاستقرار الاقتصادي. يعني الآن نفهم من كلامك لأن هناك الكثيرون من يقولون أن عبد الملك ما يهمه الآن أن يبقى مرشحاً غير مرفوض من قبل المجلس الانتقالي ومن مموليه الإماراتيين لرئاسة الحكومة القادمة، لذلك هو ينفذ بالضبط ما يريدونه. لهذا غير منطقي وطرح يجافي الحقيقة. بالنسبة لرئيس الوزراء يعني أنا أعتقد بالنسبة لرئيس الوزراء هو ما يهمه أن تستمر هذه الجهود، ما يهمه أن تستمر هذه الجهود التي تسعى إلى استعادة عافية المؤسسات الحكومية، لا يهمه أن يبقى في مكانه ليس كذلك، استعادة قدرة المؤسسات الحكومية على تحصيل الإيرادات وتجميع يعني ومضاعفة إمكانيات، استعادة قدرة المؤسسات الحكومية على تفعيل أدوات الضبط والرقابة، واستعادة قدرة الحكومية على أو عمل الحكومة على إصلاح الاختلالات التي حدثت في المرحلة السابقة. هذا هو ما يهم الدكتور معين عبد الملك، وسواء إن كان عن طريقه هو شخصيا أو عن طريق أي شخصية يتم التوافق عليها للعمل ضمن هذا المسار، لأنه من غير هذا المسار سوف نعود إلى نقطة الصفر، سوف نعود إلى مرحلة الانهيارات التي كانت حاصلة قبل وصول الدكتور معين عبد الملك إلى الحكومة والتي تم إيقافها، الانهيار في مستوى الانهيار الاقتصادي، الانهيار في مستوى الخدمات والبنى التحتية. طيب. الانهيار في دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد القاطبي. سيد الأبارة دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد القاطبي، يعني في نهاية المطاف سيد القاطبي لا تكونوا مثل الحوثيين يا رجل، لماذا لا يؤخذ وجود رئيس الحكومة في العاصمة المؤقتة على أنه جهد محترم؟ يعني الرجل يضحي بنفسه في نهاية المطاف، هذه لم يستطع أن يتواجد هناك، حتى رؤساء الحكومة السابقين لم
يكون أبطالا مثله ليتواجد هناك في عدن. هذه ظروف غير مساعدة، إذا يجب أن يحترم مجهود الرجل، وهذا الإصرار من قبله على المحافظة على وجود الدولة اليمنية ورمزيتها الشرعية هناك في عدن. أولا، الأدوات والعملاء والمرتزقة لن يبنوا دولة ولن يمثلوا الشعب اليمني، هذا أولا. أنا لما أعود للحديث حول صديقك عندما قال نحن نهاجم التحالف ونهاجم ونحن مع الحوثيين، هذا كلام يعني حجج واهية. أولا، من أدخل الحوثيون إلى صنعاء هي الإمارات السعودية عندما كانوا يقومون بقيادة انقلابات الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، هذا أولا. ثانيا، الأخ الصديق هذا يقول أنه تشكلت قوى بعد انهيار الحكومة الشرعية، هذا كلام أيضا مغالط فيه. يعني نحن نعرف تماما أن من ضرب القوات الشرعية ومنعها من دخولها عدن ضربها في شبوة هي القوات الإماراتية من الجو وبقطاع وبرضا سعودي. من أخرج الحكومة الشرعية اليوم من عدن بدباباتها هي الدبابات التي تم تمويلها ودعمها وإعطائهم للميليشيات الإنقلابية من قبل الحكومة السعودية والإماراتية. من منع الحكومة من أداء مهامها في المناطق المحررة هي الأدوات والميليشيات التي تم تأسيسها ودعمها وتسليحها من قبل النظام السعودي. لكن ما دخل معين عبد الملك من كل ذلك يا سيد القاطبي؟ الرجل يضحي بنفسه من أجل أن يكون هناك رمزية للدولة اليمنية في عدن، هذا جهد يحترم كما يقول السيد الأمارة. هذا ليس صحيح. من يقوم بالدور الآن في المناطق الجنوبية هو المجلس الانفصالي الممون، أنا ممون من قبل الإمارات السعودية. عبد الملك لا يستطيع القيام بأي شيء، رئيس وزراء لا يستطيع حتى يعني منع القرار الذي يمنع، يعني لو كان الرئيس وزراء حقيقي لاستقال عندما منع وزرائه من دخول العاصمة عدن وتم إرجاعهم من مطار عدن. هذا ينفذ أجندة مشبوهة، هذا من الشلة الجديدة المتسلقة التي تفكر أنه من خلال مراضات السعودية والإمارات سيبقون على سدة الحكم هذا. يعني ويترك المجال للفاسدين وكذا يا رجل؟ يا رجل، أكبر حكومة فاسدة هي الحكومة المتواجدة اليوم، كلهم قد غنيوا وتم نهب الأموال إلى الخارج ويستلمون معاشات ولا يطبقون أي شيء أجندة على الأرض. أين هذا الرئيس الوزراء الذي لا يستطيع حتى التحرك داخل عدن بأمر من الميليشيات الانقلابية والتحالف الإماراتي السعودي؟ يا رجل، حتى عندما لا يتحدث على اتفاق الرياض أصلا أنهى هذه الحكومة التي تسمى بالشرعية وسلم القرار إلى الإمارات والسعودية. الاتفاق الرياض يقول أن ما يسمى بالحكومة الشرعية لا تستطيع حتى إخراج طقما واحدا برشاش داخل المعاصمة المؤقتة إلا بأمر من السعودية والإمارات. فعن أي حكومة يتحدث وعن أي شيء؟ الشرعية هي شرعية الشعب وليست شرعية الأدوات المرتزقة الذين ينفذون أجندة مشبوهة. شرعية لا تستطيع أن تخرج الإمارات من 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 شبوة، ولا تستطيع إغلاق السجون السرية، ولا تستطيع إخراج الإمارات من 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 سقطرة، ولا تستطيع حتى إيقاف بناء القواعد العسكرية للإمارة السعودية على امتداد الجنوب. هي حكومة مجرد أدوات فاسدة تؤدي مهمة لانتداب سعودي إماراتي جديد على أرض الوطن. فلذلك لا يجب أن نعول على هذا كلام. 5 سنوات وهم يرددون نفس الاسطوانة، فلنعمل كذا، يجب أن نتحالف، هو احتلاف يعني تحالف استراتيجي مع السعودية والإمارات ويجب أن نتمسك بهم. الآن هناك نظام حكم جديد انفصالي في المناطق الجنوبية، والأدوات الحكومية، هذا ما يسمى بالشرعية، هي مجرد ديكور ليس أكبر من ذلك، وموظفين فقط يؤدون ما يؤمرون به من قبل هذا التحالف ويستلمون معاشات ليس أقل ولا أكثر. طيب، بالحديث عن اتفاق الرياض سيد الأبارة، يعني الآن أنا أمامي اتفاق الرياض، أمر إلى النقاط، أقول هذه نفذت هذه لم تنفذ، لم أجد تقريبا إلا نقطة أن رئيس الحكومة عاد إلى عدن خلال
يعني حتى مدة عودته كانت بعد الجدول الزمني المفترض، تتحدث عن اتفاق الرياض وكأنه يعني ينفذ بحذافيره. يا رجل، لا الحكومة تم يعني إعلانها، لا المحافظ ومدير أمن عدن تم يعني الشغل عليهم، مسألة بقية محافظين ومدراء الأمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوم، الترتيبات العسكرية، أنا لن أفتح هذا الجانب، يعني الأمر هذا عن أي اتفاق الرياض ما الذي تتحدث عنه عندما تقول أن معين عبد الملك في عدن لحماية اتفاق الرياض؟ ما يخص اتفاق الرياض، نحن تحدثنا انه تم عوده رئيس الوزراء ومجموعه من الوزراء لتنفيذ ما يخصهم من التزامات اتفاق الرياض، وبقيه الامور تم تشكيل لها لجان ما يخص اعاده تنظيم الجوانب الامنيه والعسكريه، واللجان تعمل على الارض، وهناك مشاكل لا تعد ولا تحصى، والامر هذا يعني والامر هنا مرتبط بقدره هذه اللجان المشكله من ثلاث الاطراف، من الحكومه ومن الانتقالي ومن السعوديين، على يعني معالجه هذه المشاكل على الارض. في هناك هل المشاكل اعاقت البرنامج الزمني بشكل كبير جدا؟ انا معك يعني، والجميع يلاحظ هذا، ولكنه يعني هنا يعني يظل المراهنه على على الضامن الذي حط يعني قدم مقترح او رعى مفاوضات الرياض وقدم ضمانات لجميع الاطراف على انه سيعمل على انجاح اتفاق الرياض وتنفيذ بنوده، والطرف الضامن اليوم موجود على الارض، لديه وجود امني، وهو يعني فعليا هو من يدير العاصمه عدن امنيا، هو من يدير العاصمة عدن أمنيا، وهو لجانه ما زالت مستمرة، واللجان هذه تعمل يعني وتتواجد يعني هناك حصل حصر القوة الخاصة بالحزامات الأمنية والنخب، وحدث نوع من حصر الأسلحة يعني للمضي باتجاه تنفيق الشق الأمني والعسكري. و يعني هناك حديث، هناك الحديث الآن بشكل عام يعني أن ما حدث الآن في الفضاء العام اليمني، أن ما حدث إلى الآن هو أن المجلس الانتقالي فرض شروطه فيما يتعلق ب يعني الأرض اليمنية، الأرض هناك في المحافظات الجنوبية، وهو المسيطر. وجود معين عبد الملك ليس مشكلة، يعني في سياق أن يمكن الحديث على أن الاتفاق تم وتطمين بقية الأطراف، فبالتالي ما حدث الآن ويبدو أن كلامك يؤكده هو أن معين عبد الملك بوجوده في عدن أكد وشرعن لهذا التفوق من قبل المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية. شوف، لا حل الانتقالي إلا بتنفيذ اتفاق الرياض، لأنه الأحداث التي حدثت في أغسطس صنعت مشكلة للجميع، ونحن ندرك أنه عندما سيطر المجلس الانتقالي على العاصمة عدن لمدة 3 أشهر عجز عن القيام بأي مهام يعني ذات طابع حكومي، ويعني حتى على مستوى ضمان استمرار عمل المرافق الخدمية وضمان استمرار عمل مثلا لجان الصيانة للمرافق الخدمية، لم يستطع ضمان أي شيء، وبالتالي كانت عدن أو تراكمت الإشكالات في عدن خلال 3 أشهر هذه، وبالتالي المصلحة للانتقالي كما هي المصلحة للحكومة الشرعية، كما هي المصلحة للجميع أن يمضي الجميع باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض بكافة جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية، لضمان حل الإشكال الذي حدث أو الذي تراكم خلال 4 سنوات وتسبب في الحرب الأخيرة، وتوحيد كافة الجهود السياسية والعسكرية ضمن مسار سياسي واحد يعني يعمل على تحرير ما تبقى من الجغرافيا الوطنية تحت سيطرة الحركة الحوثية. يعني لا يوجد هنالك أي انتصار لأي طرف
يعني سيحققه إذا ما تم إفشال مؤتمر أو تم إفشال اتفاق الرياض. ولهذا يعني يعني افهم من كلامك سيد الاباره، ودعني انقل ذلك الى السيد القاطري. فيما يخص سيد القاطري، في نهايه المطاف يبدو ان معين عبد الملك هو من يقاتل لانجاح، يعني من خلال كلام السيد الاباره هو من يقاتل لانجاح اتفاق الرياض ولان تنجح الحكومه، لان تستمر، لانه في نهايه المطاف يعني اذا كان الرجل مقبولا لدى الاوساط لدى المجلس الانتقالي هذه ليست مشكله، هذا لا يعيبه الامر، بل الامر يمكن ان يعني يتم التعامل به لمصلحة الحكومة الشرعية اليمنية. في نهاية المطاف أنت الذي تطلب، أفهم منك، أن يجلس معين عبد الملك بجانب الرئيس ونائبه في الرياض مثلا، هل هذا الأمر سيريحكم في نهاية المطاف؟ أنا أعتقد أن ضيفك الكريم أجاب على أسئلة الحلقة بكل معنى الكلمة. هو قال شيئين مهمين ويجب الوقوف عندهما. أولا قال أن الحكومة هو عادت للإيفاء بالتزامها، والالتزام هو تحدث كما تحدث ضيفك هو صرف المرتبات، هذا واحد. الشيء الثاني يتحدث أيضا ضيفك أنه من يتحكم بالوضع الأمني على الأرض في عدن هي ميليشية المجلس الانتقالي، فهو أجاب كل شيء، يعني أن هذا رئيس الوزراء الموجود في عدن وجوده هو فقط لصرف الرواتب، أما من يسيطر على الأرض ومن لديه السلاح على الأرض ومن يحكم الأمن في الأرض هي الميليشيات الانفصالية التابعة للإمارات والسعودية. فلذلك الإجابة كانت واضحة تماما عن دور هذا رئيس الوزراء. هذا هم الآن يتحدثون أيضا على اتفاق الرياض وكأنه اتفاق مهما. يا أخي، من عرقل اتفاق الرياض هو من صنع هذه الميليشيات. لا نستطيع كيف يعني نفكر كيف هؤلاء الناس يفكرون، المسؤولين هؤلاء والوزراء ومن ينطقون باسمهم انه اتفاق الرياض ويجب ان تنفيذه. يا اخي، من صنع المشكله هي الرياض والامارات، فكيف سينفذون لكم اجنده عكس الاجنده الذين خلقوها والذين يصنعوها يوم تلو الاخر؟ اتفاق الرياض مثله مثل اتفاق السلم والشراكه، مثله مثل اتفاق السويد، حبر على ورق لا يجدي ولا يسمن ولا يغني من جوع. المهم هنا الآن، ما هو الذي يغني من جوع سيد القاطب؟ يعني هو أن يكون هناك قرار محرر، أن إذا كان لدينا يعني رجال في رجال دولة يجب أن يعودوا إلى الوطن وأن يتحركوا ككتلة واحدة وأن يقفوا مع الأحرار وأن يقولون هذا أرضنا ويجب أن نحارب من أجل أرضنا واستعادة أرضنا كما يجري في شبوة في مناطق أخرى. وإذا تم ضربهم من قبل هذا التحالف يخرجون للعالم ويحركون سفاراتهم في جميع أنحاء العالم ويقولون للعالم أن السعودية والإمارات أصبحت العبء الأكبر في حصار الشعب اليمني وفي محاربته وفي صناعة الميليشيات، وهم من يهددون أيضا القرارة الدولية التي تحافظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية. هؤلاء الدولتين الآن هي من أدخلتنا في هذه الحرب القذرة، هي من تحاصر الشعب اليمني، هي من تمنع الحكومة الشرعية من ممارسة عملها، هي من دعمت الميليشيات التي تقوض الحكومة الشرعية، هي من تسيطر على الموانئ والجزر اليمنية، حتى من الملف الاقتصادي الذي تحدث عنه جميع ضيفك الكريم، حولت آبار نفط شبوة إلى سجون سرية تابعة لهذه الأنظمة ولهذه الميليشيات الحزمة الأمنية والمجلس الانتقالي. فلذلك أكبر معرقل اليوم لاستعادة الجمهورية اليمنية ونظامها وللخروج من الحرب هي الإمارات والسعودية. وكما ذكرت سابقا، أما بالنسبة لميليشية الحوثية فهي ميليشية سلالية، في حال توحد الشعب اليمني وامتنعت الأيادي الخارجية وعلى رأسها السعودية والإمارات وإيران من دعم تلك الميليشيات سوف ينتقم منهم الشعب اليمني ويعني ويصدر بهم إلى 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 التاريخ القديم كما فعل بأجدادهم. مشكلتنا اليوم هو أن هناك أجندة خارجية وأصبحت واضحة الآن، لا يحصل أي، الحكومة الشرعية لا تستطيع حتى الحديث، لا تملك حتى حق التعبير، هي فقط الآن أصبحت أداة لتمرير أجندة خارجية، ومن يتصدر هذه الحكومة غارقين في الفساد، من عبد رب منصور هادي إلى ابنه إلى كل وزرائه إلى المسؤولين والوزراء،
لا يستطيعون الحديث. يا رجل لم يخرج ولا حتى سفير في جميع أنحاء العالم أن يتحدث عن جنوده الذين تم قتلهم من قبل هذه الميليشيات الإجرامية الممثلة بالإمارات والسعودية التي استهدفت الجيش الوطني في شبوة وفي غيرها. هناك تهديدات واضحة كما ذكر حتى محافظ شبوة في الأيام الماضية أن السعودية والإمارات حددت في حالة يعني أنهم لم يمتثلوا لأوامرهم سوف يضربون الجيش الوطني مرة وأخرى وثالثة ورابعة وخامسة. من يمنع القوات الحكومية الوطنية التي تحارب الحوثيون من التقدم في ما في 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 مريس وفي نهم وفي البيضاء وفي المناطق الأخرى هي هذه الأنظمة الفاسدة الإماراتية والسعودية التي تدمر اليمن وتحوله إلى كنتونات مصالح. الآن جنوب حضرموت مفصولة عن الجنوب، شبوة فيها قوات حكومة شرعية ومناضلين أحرار، عدن فيها المزيج من العملاء والمرتزقة والمجلس الانفصالي وغيره الذي ليس لهم لا أجندة لا انفصالية ولا أجندة وطنية تهم الشعب اليمني وإنما أجندة خارجية. هؤلاء لا يمتلكون قرارهم، فلذلك يجب أن نؤكد مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة إلى أن يتحرر الشعب اليمني، إلى أن تنتهي هذه الحكومة الغارقة في الفساد، إلى أن يكون هناك أحرار من يقودون الجيش الوطني وليس مجرد مسؤولين تحركهم السعودية. حتى الجيش الوطني فيه الكثير من الأحرار الذين يستطيعون استعارة الدولة والمحافظات في ساعات كما رأيناهم في شبوة وعندما وصلوا إلى مشارف عدن وتم منعهم من قبل هذا التحالف الوغد الذي مول الميليشيات نفسها. هي من تحارب الحكومة الشرعية وهي من تمنع الوزراء من الدخول اليمن والخروج من اليمن بطريقة وحتى التواصل مع العالم الخارجي. يرسلون مندوبين للمجلس الانفصالي إلى واشنطن وإلى مناطق أخرى بينما يمنعون ويحررون. طيب أريد رد السيد الأبارة على هذه النقاط. سيد الأبارة، سمعت ما تفضل به السيد القاطبي، أرجو ردك عليها على هذه النقاط التي طرحها. يعني هو للأسف يتم يعني يضع مغالطات حقيقية أمام المشاهد. يعني هو يتحدث على أن الحكومة لم تتحدث ولا أجهزتها يعني الدبلوماسية لم تتحدث عن ما حدث في عدن وعن ما حدث حتى يعني من قصف للقوات العسكرية في نقطة العلم وفي عدن من قبل القوى يعني من الإمارات. يعني نحن يعني متابعين وأكيد أنتم كقناة وكصحفيين متابعين للمواقف السياسية التي أصدرت عن الحكومة، عن يعني بيان رئيس الوزراء، بيان رئيس مجلس النواب، بيان رئيس الجمهورية، بيان الذي ندد بعملية الذي كان رافض لما حدث في عدن من عملية تمرد وكان رافض وأيضا وأشار صراحة للدور الإماراتي المساند والراعي لهذا التمرد وأشار صراحة أيضا لما حدث من قبل الطيران الإماراتي من استهداف للجنود وتم رفع رسالة إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص. ويعني لا أعرف من فين يستقي معلوماته أو أنه يتعمد مثلا المغالطة لتعزيز وجهة نظر يعني بالحديث على الشخصية. أن أيضاً يهمل في نهاية المطاف هل قال معين عبد الملك رئيس الوزراء ذلك؟ رئيس الوزراء كان هل قال ذلك؟ رئيس هل الوزراء ندد كان جزء أيضا. هل ندد سيد الأبارة؟ هل ندد بكل ذلك معين عبد الملك رئيس الوزراء أم لا؟ يعني هذه مسألة مهمة. هو نفسه ما لم أسمع سؤالك. هل ندد معين عبد الملك بقتل العشرات من أفراد الجيش الحكومي من قبل يعني من قبل الإمارات وغيرها أيضا؟ لا نتحدث نحن عن بقية الطاقم الحكومي. تم إصدار بيانات حكومية متعددة. تم إصدار بيانات حكومية من رئاسة من مجلس الوزراء. تم عمل مواقف وتم رفع توصيات لرئيس الجمهورية. يعني يجب أنه نحن متابعين سلسلة أعمال أو اجتماعات الحكومة أو مواقف الحكومة في تلك المرحلة وكانت مواقف مفصلية وساعدت بشكل كبير جدا على إيقاف تمدد الانتقالي في شبوة. بل كان رئيس الوزراء شخصيا في شبوة يعني بعد تحريرها يعني الإسناد جهود المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية التي عملت على استلام أو عملت على تأمين محافظة شبوة من
الانتقالي و طيب انقل هذه النقطة إلى السيد القاطبي. يعني كيف يعني سيد العبارة انقل هذه النقطة إلى السيد القاطبي، في نهاية المطاف هناك مساحة للتحرك يحاول معين عبد الملك التحرك فيها كمبادرة، والرجل إن يعني يجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. المساحة الذي يستطيع التحرك بها رئيس الوزراء هو طريق المطار، وبقوات وبحماية من القوات الإماراتية السعودية، ولا يستطيع القيام بأكثر من ذلك. هو الآن أصبح فقط يصرف المرتبات كما قال ضيفك الكريم. أما بقية ما تحدث إليه، أنا أتحدى بخصوص يعني أن الحكومة نددت وغيرها، أنا أتحداه أنه يجيب لي حتى سفير يمني في أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا، أنه ندد ولا كل السفراء والسفارات اليمنية لديها حسابات على تويتر، لم الناس مع ولا شيء، وإنما صمتوا لأنهم أصبحوا أنفسهم يستلمون معاشات من تلك الدول التي تضرب جنودهم ومؤسسات دولتهم. ما حدث في شبوة، هم أبطال القبائل في شبوة والجيش الوطني الأحرار منهم من يرفضون كل هذه الإهانات، ولولا شكرا. إن من في سدة الحكم على شاكلة معين عبد الملك لتحرر الشعب اليمني، ولكان هناك نوعا من الاستقلالية في القرار واستعادة الدولة واستعادة الاقتصاد والتحكم على منابع النفط والموانئ والجزر. وطالما بقي هؤلاء على سدة الحكم فنحن سنظل في نفس الدوامة التي نحن فيها منذ 5 سنوات، وتكرار ما سمعناه آلاف المرات من نفس الأبواق ومن نفس العقليات التي فقط لا يهمها إلا البقاء في منصب واستلام معاش من تلك القوى الخارجية التي لا تريد لا لليمن لا وحدته ولا أمنه ولا استقراره. على تواجدك معنا شكرا لك المحلل السياسي سيد إبراهيم القاطبي، كنت معنا من سكايب أو عبر سكايب من نيويورك، كما أشكر ضيف الآخر من عدن الناشط السياسي هاشم الأبارة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، في أمان الله.